السلام علیکم. کلاس فورتھ کے تقریبات کے لیے پارہ نمبر آٹھ. ولو اننا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکو نمبر ہے تین. وہو اللذی انشا جنات معروشات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکوله والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه یوم حصاده ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين كل ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت زهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بأزم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بعثه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء
كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من العلم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ركو نمبر 6 تک آج کا آپ لوگوں کا سبق ہے اس سبق کو اچھی طریقے سے قرآن کریم میں دیکھ کر ایک ایک آیت کی دھیرے دھیرے تلاوت کرنا ہے آج کا سبق آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی ہے خدا حافظ